وأحيي المناضل السي كمال رزيق الأستاذ والمناضل والوزير الذي أدى ما عليه في خدمة بلاده كمواطن يريد أن يقدم الخير لبلده. فباسمكم جميعا أشكره، وهذه هي ثقافة الدولة، وهذه هي ثقافة مواصلة وتواصل المجهودات والأعمال. سي كمال رزيق جانا من الجامعة أضفى قيمة مضافة على هذا القطاع، فأولا جزاه ربي سبحانه إن شاء الله بالخير، وثانيا نشكره جزيل الشكر على كل ما قدمه. كذلك بودي أن نقول للإخوان وفريق وزارة التجارة بأن المسيرة إن شاء الله ستتواصل بما تم رسمه وتخطيطه وتحقيق كل الأهداف التي تم تسطيرها في برنامج السيد رئيس الجمهورية. برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي يعطي أهمية خاصة قصوى وبالغة لقطاع التجارة لما له من مكانة في قلب الاقتصاد الوطني وفي الرفع الغبن على المواطنين وفي محاربة الفساد وفي ضبط السوق وفي التكفل بحاجيات المواطن. إذن مهمة صعبة كما قال السيد الوزير، مهمة ليست بالسهلة، تتطلب وتطلب منا أن نتجرد جميعا لكي نكون في مستوى هذه التحديات.